مساء الخير جميعا بتيك بيك. اليوم بعد فترة انقطاع طويلة على الجيمينج وابلودينج رح نرد نرجع عم نلعب بروجكت كارز 3. صار لي فترة كنت رد ارجع عليها اللعبة وما اشتغلت عليها. حنبلش اليوم بسباق السوبرا بكتالونيا حلبة اسبانيا. نشوف المطر مطر مشكلة آخر لفة Thank you.
you on the podium.